شدد مجلس الوزراء السعودي على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لرفض هذه الانتهاكات وردع الدول التي تقف وراءها. ووصف ما تقوم به إيران من اعتراض لسفن مدنية واحتجازها لسفينة بريطانية في الخليج العربي بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي.